من أجل الحفاظ على لقبه بطلا لأوروبا، يبحث ليفربول عن تحقيق النتيجة المرجوة على ملعبه حين يستقبل أتلتيكو مدريد في لقاء العودة. فوز الفريق الإسباني ذهابا وأسلوبه المنظم أكد أن مهمة الريدز لن تكون سهلة. بكل الأحوال دعونا نتابع هذا التقرير لزياد منصور والتفاصيل. إن كان تحقيق لقب دوري الأبطال أمرا صعبا، فأن الدفاع عن اللقب يبدو في مرات كثيرة كمهمة شاقة جدا. ليفربول عليه أن يقدم أداء مثاليا وأن يحقق النتيجة المرجوة أمام منافسه العنيد أتلتيكو مدريد إن هو أراد الحفاظ على حظوظه في الدفاع عن لقبه. منذ البداية كان من الواضح أن التحدي أمام أتلتيكو سيكون صعبا في عالم كرة القدم. هم لن يرفعوا الراية البيضاء وسيقاتلون حتى النهاية، وهذا ما نقوم به أيضا وما يجعل اللقاء مثيرا. الخبر الأفضل لنا أننا خضنا الشوط الأول أمامهم فقط. عادة بعد نهاية الشوط الأول في المباريات التي نخوضها فإننا نستغل ذلك بطريقة جيدة بعد دراسة ما حدث والحديث للاعبين حول ذلك، ونحن عادة ما نتطور بشكل أكبر في الشوط الثاني. في كل مرة احتاج فيها ليفربول لسحر ملعب أنفيلد أوروبيا، فإن الملعب وجماهيره ساعدت الفريق في تجاوز الصعاب. الليالي الأوروبية شهيرة في هذا الملعب، والريد سيكون بحاجة ليلة أخرى لا تنسى هنا. لا يمكن لنا أن نتوقع بأن جماهيرنا وحدها ستحقق الفوز لنا. نحن بحاجة لأن يقدم الجميع كل ما لديه، سواء اللاعبين أو الجهاز الفني أو المشجعين. ندرك تماما المهمة التي تنتظرنا ومدى صعوبتها. الجماهير تتفاعل مع أدائنا. نأمل بأن نبدأ بقوة تزيد من حماستهم وأن نحولها لليلة مميزة أخرى في أنفيلد. أن تتأخر بفارق هدف وحيد قد لا يبدو معضلة عادة إن كنت تملك فرصة التعافي في لقاء العودة، لكن شخصية أتلتيكو المميز وروحهم القتالية العالية تجعلهم واحدة من أصعب الخصوم الذين يمكنك قلب النتيجة أمامهم. هذه واحدة من أهم مميزاتنا والتي تمنحنا القوة. ننافس بشكل قوي على أعلى المستويات، وهذه المباراة تتطلب منا أن نكون كذلك وأن نقدم أفضل ما لدينا. علينا التفكير بالأسلوب والخطة الملائمة. نعتقد بأننا قادرون أن نخلق مشاكل لهم. قد تشهد المواجهة عودة القائد جوردان هندرسون، دفعة معنوية يحتاجها الريدز. الفريقان تواجها 5 مرات من قبل، مع فوز أتلتيكو باثنتين منها مقابل مرة وحيدة لليفربول. انتصار ثاني للريدز أمر لا مفر منه لاستمرار الحلم. لطالما لعب ملعب أنفيلد وجماهير الكوب دورا كبيرا في مساعدة ليفربول على تحقيق المعجزات الأوروبية. ليفربول سيكون بحاجة لدعم جماهيري وتقديم مستوى كبير في مواجهة أتلتيكو مدريد إن أرادوا الحفاظ على لقبهم الأوروبي. زياد منصور، بي إن سبورتس، من داخل ملعب أنفيلد ليفربول. مشاهدينا ستكون بذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا، المسابقة التي تتابعونها حصريا على قنوات بي إن سبورتس. إذن سقط ليفربول حامل لقب دوري الأبطال في فخ الخسارة بهدف دون مقابل عندما واجه مضيفه أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن النهائي. مواجهة كانت فيها الأفضلية لمصلحة أصحاب الأرض الذين سيواجهون خصما مهايرا في موقعة الإياب. ليفربول الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي يعود من جديد إلى ملعب واندا متروبوليتانو. الموسم الماضي حقق اللقب، وهذه المرة في مهمة ليست بالهينة في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال ضد أتلتيكو مدريد العنيد. الروخ بلانكوس يدرك صعوبة المواجهة، فبدأ المباراة بقوة بفرصة أولى كانت بمثابة الإنذار الأول قبل أن يأتي التغيير مبكرا في النتيجة بهدف ساول نيجيث الذي أعلن الفرحة في المدرجات منذ الدقيقة 4. هدف هو العاشر لصالح نيجيث في الشامبيونز ليج، والذي تأكد هذه المرة بعد الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد لإزالة كل شبهات وجود تسلل. بعدها تحكم ليفربول قليلا في إيقاع المواجهة، لكن موراتا كاد يضيف الهدف المدريدي الثاني لولا تواجد أليسون بيكر في المكان المناسب. كتيبة يورغن كلوب اعتمدت أسلوب اللعب السريع، وكاد محمد صلاح يباغت المرمى الإسباني، لكن الدفاع أبعد الكرة إلى ركنية. وبهدف لا غير لصالح أتلتيكو كانت نهاية أحداث الشوط الأول. الخطر من الفريق الإنجليزي يتجاوز
يتجسد في صلاح الذي اقترب كثيرا من التعديل، لكن كرته الرأسية تجانبت مرمى يان أوبلاك، وتواصلت المحاولات للوصول إلى الشباك بعد الاستعانة بأوريجي مكان ماني. موراتا في مباراته الخمسين في دوري الأبطال كاد يصيب ليفربول في مقتل، لكن رغم موقعه الجيد فقد توازنه وذهبت فرصته بعيدا. المد المدريدي تواصل وتسديدة لود القوية جانبت مرمى بيكر بقليل، محاولة أتى الرد عليها من الريدز عبر القائد جوردان هندرسون لكن دون أي تغيير. بعدها حاول الفريق الإنجليزي التعديل بشتى الطرق، لكن أبناء مدريد تحكموا في سير المواجهة ليحافظوا على الانتصار حتى صافرة النهاية. مهمة تمت بنجاح من رفاق دييغو كوستا في انتظار مباراة مغايرة على ملعب أنفيلد. وللحديث عن مباراتي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أرحب بضيف هذا الحصاد عزيز بنيج محلل قناة بي إن سبورتس. أهلا ومرحبا بك معنا عزيز. أهلا وسهلا بكم أستاذ المشاهدين. مرحبا. يعني الريدز يعود لأين توج باللقب الثمين الموسم الماضي، لكنه يفشل في استعادة هذه الذكريات الجميلة ويسقط أمام أتلتيكو مدريد. أين أخطأ كلوب وأين تفوق سيميوني الليلة؟ صحيح أن المباراة كانت قوية جدا بين الفريقين. أتلتيكو مدريد بفضل التسجيل مبكر رجع إلى طريقته المفضلة والدفاع، وهو يحسن ذلك النهج التكتيكي. أظن بأن الفريق أتلتيكو مدريد لم يرتكب أخطاء في هذه المباراة، شيء لا يصعب مهمة ليفربول الذي لم يجد الحلول، لم يجد المساحات، لكن أيضا لم يعطي لنفسه أيضا كل الفرص لإيجاد المساحات، لأن لم نرى صلاح في أحسن حالاته، لم نرى ماني، فيرمينو أيضا. لذلك فأظن بأن فورمة اليوم فورمة ليفربول لم تكن بتلك القوة لإزعاج أتلتيكو مدريد الذي سجل مبكرا، ونعرف أن أتلتيكو مدريد من الفرق التي تتقن الدفاع خصوصا عندما تكون متقدمة في نتيجة من الصعب عليك أن تسجل عليها. كانت مباراة تكتيكية بامتياز كابتن بنيج، سيميوني ويورغن كلوب. تكتيكية لأن كان على كلوب أن يجد الحلول، ولذلك فأظن بأن الحلول يجب أن تكون في غاية الجاهزية أمام فريق قوي ويجود الدفاع، يجود خلق المساحات، لم يترك المساحات أيضا لليفربول. ليفربول يحب، عنده لاعبين يحبون المساحات، لكن ما ضايق لعب طريقة لعب ليفربول وهي تلك الحرفية وتلك الدقة في التعامل مع منظومة، مع كل ما هو دفاعي، الأشياء الفنية التقنية الدفاعية لم يرتكب لاعبي فريق أتلتيكو مدريد أخطاء. ولذلك فأظن إذا أردت أن تخترق دفاع محصن كدفاع فريق أتلتيكو مدريد لازم أن تكون في يومك، واليوم ليفربول أظن لم يكن في يومه. التسجيل مبكر منذ الدقيقة الرابعة لأصحاب الأرض، هل برأيك بعثر سيناريوهات ربما المحتملة للمدرب يورغن كلوب؟ صحيح، هذا السيناريو المفضل كان لسيميوني. سيميوني كان سوف يدافع وبعد ذلك سوف يبحث عن ثغرات والثغرات في الكرة الثابتة في بعد المرتدات، لكن ذلك الهدف المبكر يعني أعطاه يعني بسرعة أنه بعث الأوراق كلوب، ولكن أعطى أوراقا إضافية لسيميوني لأنه يتقن تلك الطريقة، أنه يلعب بدفاع متأخر ويلعب على المرتدات. أما يورغن كلوب فهو بحث على الحلول بإحداث تغييرات في مواضع اللاعبين في تغيير بعض اللاعبين، لكن لم يجد الحلول لأن أيضا هناك فريق واجد أمامه، فريق محضر منسجم، لكن أيضا أظن بأن اليوم ليفربول لم يكن هو ليفربول الذي نعرفه، فريق سرعة، فريق يجد حلول بسرعة، فريق يخترق أي دفاع أمامه، لكن أظن بأن شيئان لعب في هذه المباراة. هناك يحسب لأتلتيكو مدريد أنه سجل مبكرا وحافظ على شباكه نظيفة، ولكن أيضا هناك ليفربول أنه أظن لم يكن في أحسن حالاته في المباراة اليوم. طيب عزيز، فوز أتلتيكو اليوم لا يعني أن المهمة باتت أسهل، كيف ترى حظوظ سيميوني في مواصلة التقدم؟
تقدم إيابا في معقل الريدز الذي لم يخرج منها أي زائر بالعلامة الكاملة هذا الموسم؟ هل سيتمكن سيميوني من فعل ما عجز عنها برشلونة في صورة مشابهة الموسم الماضي؟ أظن كل يعني المباراتين مختلفتين. أظن بأن فورمة اليوم ليفربول لن تكون فورمة ليفربول في مباراة الإياب. أكيد أكيد سوف يورغن كلوب سوف يشحن اللعيبة، أكيد سوف يحسون بالخطر وسوف يكون هناك أكثر شراسة، أكثر إرادة في إيجاد الحلول، بينما أتلتيكو مدريد أيضا سوف يلعب على طريقة مفضلة، دفاع متأخر وينتظر التحول السريع والمرتدات. أظن سوف تكون مباراة قوية أيضا، وسوف نجد أن سوف نرى أن سوف يكون هناك احتكار لكرة ليفربول، لكن اللعب المباشر والمرتدات الخاطفة لأتلتيكو مدريد ممكن أن تعطي أكلها. أظن بأن ليفربول إذا أراد أن يخرج من هذا المأزق، مأزق أتلتيكو مدريد، لازم أن يسجل مبكرا لكي يخرج شيئا ما أتلتيكو مدريد للعب، ويفتح بعد الشيء تلك المساحات التي يبحث عنها ماني صلاح وفير. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.